عندما سقط الحسين على نار كل جاي هارو لبارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع رأسه رأينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم وولاهم بإخلاص إلى يوم الدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. استهلكت محاضرتنا الماضية في علم الخطابة من كتاب المنطق للعلامة الشيخ محمد رضا المظفر، وتعذر علينا الدخول إلى مجال فنون الأدب الشعبي وأطوار أداء هذه الأوزان الشعرية المتعددة. في هذا الدرس نواصل استعراض فنون الأدب الشعبي التي تنفعنا في خدمة هذا المنبر المقدس. الدرس الماضي كنا نتحدث عن وزن الميمر الذي قلنا إن أصله الرجز، وقسمنا الرجز إلى ثلاث أنواع. ثلاث أنواع عندنا، ثلاث أوزان من أوزان الرجز. رجز وزنه قصير، مثاله أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مستفعل 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 مستفعل. الرجز الأطول من هذا هو القتل أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار، إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعناقكم بالسيف. وهذا هو الرجز الأصلي، ووزنه مستفعل مستفعل مستفعل، وهو نفس وزن الميمر. على الميمر لاحظ، يهل الخيم جاكم علي قوموا له، شوفوا على صدر جنازته محمولة. الوزن الثالث من أوزان الرجز أطول من هذا بقليل بحرف واحد، مثاله أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي. هذا أطول من اللونين الأولين من الرجز. الوزن الثاني عشر من أوزان الشعر الشعبي هو المجرشة، وهي التي تجرشون بها الحنطة والشعيرة والعدس. تتكون المجرشة من حجرين دائريين الرحى، تسمى باللهجة العراقية مجرشة لأنهم يجرشون بها. وأصل المجرشة المنتظم، مستفعل 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 مفعول. إذن مستفعل 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 مفعول، ويصلح لجميع الأغراض. شطره نصفه يسمى الحدي، مستفعل مستفعل، أنا الحسين بن علي، آليت لا أنثني،
إذن المجرشة وأصله المنتظم، نظمه رباعي يصلح لجميع الأغراض، وشطره الحدي اللي قلنا عليه هو لون من ألوان الرجز. مثاله طبعا ميزانه، قلنا اكتب الميزان، مستفعل 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 مفعول. مثاله، اكتبوا هذا المثال، لسان حال الطفل الرضيع، صورة يتصورها الشاعر هنا فريدة من نوعها. كل الشعراء صوروا الطفل الرضيع على أنه ضحية ولم يكن له دور في المعركة. الشاعر هنا يتصور الطفل الرضيع وكأنه أسد همام من آل خير الأنام، ينتفض ضد الظلم ويحاول أن يشارك بدمه الزكي والده الحسين عليه السلام في المعركة. يقول: أنا الرضيع اللي الظمى، أنا الرضيع اللي الظمى، مستفعل مستفعل. يا أبوي فطر كبدتي، أنا رضيع والعطش فطر كبدتي، أنا ما جيتك أشكي من العطش، ما جيتك أشكي من العطش. شو تريد؟ المفروض أنت طفل رضيع تريد قطرة ماء. قال: للدين أقدم نصرتي، وللدين أقدم نصرتي. هذا الوزن لم يستخدم سابقا في الرثاء الحسيني، وأول من نظم عليه هو الملا عبود الكرخي، الشاعر السياسي الاجتماعي البغدادي. نظم قصيدة مغنات استمع إليها أحمد شوقي أمير شعراء مصر وأعجب بها كثيرا. مطلعها: ذبيت روحي على الجرش وادري الجرش ياذيها ساعة وكسر المجرشة ولعن أبو راعيها. يصف حال امرأة تشتغل في المطحنة وقد أتعبها العمل الذليل فانتفضت بهذه الأبيات. سمعها أحمد شوقي وأعجب بها كثيرا، قال: إذا كان الزجل عندكم في العراق بهذه القوة فكيف سنجاري شعراءكم الكبار الذين يكتبون بالفصحى؟ وأعود فأكرر دعوتي لزجالي لبنان الذين هم بحق من أشعر شعراء العالم العربي، أشعر شعراء العالم العربي هم زجالو لبنان، لأنهم يرتجلون أروع الكلام وأفصح الكلام وأبلغ الكلام المؤثر في النفوس. وإني رأيت بعيني هاتين أحد ملوك الدول العربية، أحد ملوك الدول العربية في الثمانينات يقف إجلالا لشاعر جبل عامل زين شعيب وزغلول الدامور ويحييهم من قيام عندما ذكروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وسيف ذو الفقار في مهرجان جرش، وهو من المهرجانات العالمية. فإذا لابد لهؤلاء أن يأخذوا المساحة التي يجب أن يأخذوها في خدمة المنبر الحسيني الشريف. هذا الوزن قلت لم يستخدم سابقا،
أول من حاول أن ينزل هذا الوزن إلى المنبر الحسيني المرحوم الشيخ عبد الكريم أبو محفوظ في قصيدة مخمسة مطلعها يقول: جاسم ينادي عمتي الموت لي الساعة حلة بالخيم شنه ظلتي واخوتي كلها مشتلة وعمي وحيد بكربلة. بما أن المجرشة هي ضعف الحدي يعني مرتين وزن الحدي، فهنا الشيخ عبد الكريم أبو محفوظ رحمة الله عليه استخدم 5 مصاريع من الحدي واستحدث وزنا سماه المخمس، والأصل هو حدي، يعني استخدم وزن الحدي 5 مرات وابتدع لونا من ألوان الشعر الشجي يمكن قراءته، وكان يقرأه المرحوم في مخيم الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء ليلا بهذه الطريقة، أقرأها لكي تستأنسوا بها، لأن يتعذر على الخطيب الحسيني أن يؤدي هذا الوزن وهو بعيد تاريخيا عن أذهان المتلقين. جاسم ينادي عمتي، جاسم ينادي عمتي الموت لي ساعة حلة بالخيم شين هي ظلتي، بالخيم شين هي ظلتي واخوتي كل هم شتلة وعمي وحيدي بكربلة. هذا الوزن من الأوزان التي تصلح للقصائد الجلوس واللطم، ولم يسبق أن استخدمه خطيب من الخطباء أو قارئ من القارئات في النعي الحسيني. أما الحدي، الحدي ولو أننا سنفرد له بابا خاصا به، ولكن بما أننا وصلنا هنا وتعرفنا على الحدي، الحدي من أين جاء هذا الاسم؟ ماذا يعني حدي؟ الحدي هو ما يقوم به الركبان أمام القوافل الجمال لكي تسير القافلة بهدوء وراحة واطمئنان. الحدي هو ما ينشده قائد الركب أمام النوق أمام الجمال لكي يسيروا بهدوء. وهنالك مقطوعات مشهورة في دواوين الشعراء ينشد بهذه الطريقة: سجلوا وزن الحدي ميزانه مستفعلون مستفعلون، ويمكن معرفته بكلمة هذا الوزن وزن الحدي، يعني هو الاسم يدلكم على الطريقة. ويقرأ بهذه الكيفية: هذا الوزن وزن الحدي، الآن راح أعطيكم مثال من الفصحى أطول من هذا بقليل ولكن هو نفس النغم:
يا ناقتي لا تذعري من زجري. صحيح. إذن هذا ما يحدو به الركبان أمام الجمال لكي تسير بهدوء. المقطوعة التي سننشدها في الحديث اكتبوها: من هجمة خيول العدة، من هجمة خيول العدة ولحدود المخيم دنت، طلعت من الخيمة عدي زينب على التل وقفت، شبشت العشرة من الخطر والصوب أخوها توجهت، شبشت العشرة شبكت عشرها على رأسها، شبشت العشرة من الخطر والصوب أخوها توجهت، صاحت يا ابو اليمة عدل لو روحك الطيبة ظهرت، إن كانك حي انتهض، إن كانك حي انتهض واسرع ترى سكنا ولت. أبياتها طويلة، أقرأ هذا المقدار لكي نتمرن عليها، وأرجو أن تكونوا قد كتبتم ولو شطرين لكي نتمرن عليها. من هجمتك خيول العدا ولحدود المخيم دنت، عيدا من هجمتك خيول العدا ولحدود المخيم دنت، طلعت من الخيمة عادي زينب على تل قفت، شبكت العشرة من الخطر والصاب أخوها توجه، صاحت يا بول يما عدل لروحك طيبة ظهرت، إن كانك حي انتهض وسرع ترى سكينا ولد. هذا الوزن من أشجى الأوزان الشعرية التي يتعذر الآن على الكثير من الخطباء أن يؤدوه بشكل منساب. وزن جميل جدا، شجي جدا، وقريب إلى قلب المستمع، لأن إحنا مجتمع عربي، والمجتمع العربي يأنس بالصحراء ويأنس بصوت الناقة ويأنس بالقافلة عندما تسير، وحتى يأنس بأجراسها عندما تتحرك في رقابها، فكيف لا تأنس بصوت شجي يعبر عن هذه الرحلة. وهنالك مقطوعة أخرى تحكي خروج زينب روحي فداها والفاطميات من المدينة بحماية وكفالة أبي الفضل العباس عليه السلام بنفس هذا اللحن، بنفس هذا اللحن وهذا الطور. إذن ما هو هذا الطور؟ طور الحدي، والوزن وزن الحدي. هنا تطابق الاسم مع الطاور. هل يمكن أن نقرأ الحدي بطور آخر؟ هنالك بعض الخطباء لا يستسيغ الحدي،
أو أنه يقرأ في مدن لا تحب البداوة فيقرأ بهذه الكيفية. يوم الذي راعي الشيم أنوى يشد الراحلة صد لعد زيانب مبتسيم عباس راعي المرجلة قال لها يا ضنوات علي قومي نروح الكربلا يا قالت لا يا نعم الذخور أمري منو ليتمثل قال لها عيناك بشري أمرك نويد نتمثل. هذا هو الطور الثاني من أطوار وزن الحدي، وهذا الطور والطور اللي قبله من الأطوار الشجية المخصصة لقراءة وزن الحدي. طور الحدي لوزن الحدي وكأنه ثوب تفصل عليه بقياس وقدر دقيق. نعيد هذا الطور بشكل جماعي لعلنا نرسخ هذا الطور في أذهاننا ونحببه إلى نفوس المستمعين. من هجمة خيول العدا لحيون الخيام بنا طلعت من الخامة عادي شبجات العشرة من الخطار وانصاب خوات والجهال صاحت يا بول يما عدل حي انتهض وسريع ترى سكينا ويلات. بارك الله بكم بارك الله بكم. أرى بأن هذا الطور وهذا الوزن قد أخذ موقعه في قلوبكم وأصواتكم الشجية إن شاء الله. الوزن الثالث عشر وهو من الأوزان الأصعب في الشعر الشعبي العراقي وأصله مركب آية قرآنية أصله آية قرآنية اسمه إنا فتحنا هذا الوزن درج في الخمسينات من القرن الماضي واندثر إلى الآن لا أحد ينظم عليه لصعوبته ولقلة استخدامه في المجالس الحسينية. كان يستخدم في القصائد الجلوسية والآن انتفت الحاجة إليه. لا توجد عشر قصائد في كل دواوين الشعراء من هذا الوزن لصعوبته، كصعوبة المنسرح في بحور القريض.
مثاله طبعا ميزانه شنو؟ مستفعل فاعل مستفعلات. أصله مركب، الصدر نايل، وهذا اسم وزن من أوزان الشعر الشعبي، وعجزه دارمي، ونظمه رباعي، وهو من الأوزان الصعبة، ويصلح لجميع الأغراض، ولكن لصعوبته لا تجدون نماذج منه. مثاله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نصر من الله وفتح باسمك يا حيدر، نصر من الله وفتح باسمك يا حيدر. هذا الوزن تلاحظون فيه أحسنت، وفيه شجاعة، فيه فروسية، فلا يصلح للرثاء ولا يصلح للشجاء أبدا. الوزن الرابع عشر وهو الخدري، الخدري وهو مأخوذ من المتقارب، نظمه رباعي، ميزانه مفعول فعول مفعول فعول. ولم يسبق أن قرأ الخطباء رثاء من هذا الوزن، والداعي خادمكم هو أول من نظم مقطوعة رثائية تصلح للنعي بالأطوار المعهودة التي هي الجمر البحراني والقطيفي والمثكل التي تمرنا عليها. المثال الموجود هو: يا بضعة المختار وينك يا الزكية، تشوفين الجرى وصار برض الغاضرية. طبعا ما معنى كلمة خدري؟ خدري لا، كلمة غنائية عراقية يعني خمر الشاي. الأغنية التي على هذا الوزن أساسية هي خدري الشاي، خدري تجيبه عيوني المنى خدرة، يجيبها مالك يا بعد الروح دومك مكدرة. هذا الوزن غنائي استخدم في الردات والمسيرات الحسينية، ولكن لم يستخدم كنعي. الآن سنجربه كنعي للمرة الأولى، حيث وجدت أن هذا الوزن له إيقاع خفيف وغزير يدخل الأعماق بسهولة. يا بضعة المختار وينك يا الزكية، شوفين الجرى وصار برض الغاضرية، يا زهراء قومي وسيري من المدينة والأرض الغاضريات، ستشي بالضعينة، تدرين ابنك حسين بالطف ذابحينة وجسمه على التربان، يا زهرة رمية. سنجرب هذا الوزن الذي هو الخدري
بالطاور القطيفي. أولا يا بضعة المختار وينك يا الزكية، شوفين الجرى وصار برض الغاضي. عيد عيد يا بضعة المختار وينش يا الزكية، شوفين الجرى وصار برض الغاضي. يا زهرة قومي وسيري من المدينة وارض الغاضرية، سكي بالضعينة تدرين ابنك حسين بالطرفان حينة، وجسمه على التربان يا زهرانية. بارك الله بيكم. هذا القطيفي، سنعيد الوزن نفسه بالجمري البحراني الذي قلنا هو أشد حرارة وشجاء من الطور القطيفي، ولكن يحتاج إلى جهد مضاعف. يا بضعة المختار وينك يا الزكية، شوفين الجرى وصار برض الغاضرية، يا زهرة قومي وسير من المدينة برض الغاضرية، سكي بالضعينة تدرين ابنك حسين بالطف ذابحينة، جسمة على التربان يا زهرة رمية. بارك الله بيكم، وكأنكم قد تمرنتم على هذا الطور أكثر من 50 مرة. إني أغبطكم على ما قمتم به من عمل جبار ورائع جدا، وأرجو أن يكون مقبولا عند الإمام الحسين عليه السلام. بقي لنا أن نحاول أن نؤدي هذه الأبيات بطور المثكل، ممكن؟ يلا نبدأ مع بعض. واحد، اثنين، ثلاثة. يا بضعة المختار وينك يا الزكية، تشوفين الجرى وصاير والله يا زهرة قومي قومي وسير من المدينة يا والأرض الغاضرية، يا تسكي بالضعينة تدري عيدة، تدرين ابنك حسين بالطف ذابحين، بارك الله بكم، بارك الله بكم. نعم المسجد اذا بيعملوا عود شطر بعدين شطر ما بيقلق،
ما هو هيك. لذلك قيل مثكل، فهنا صعوبة الأداء، هنا صعوبة الأداء. ولا تنسين بأنه نحن نزلنا من طبقة الجمري إلى طبقة المثكل، والمثكل متواصل مع بعضه البعض، إلا أن نفصل بينهما بأن هكذا. والله يا بضعة المختار، المختار وين تشلز تشي، تشوفين ابنك حسين برضي الغاضرية. والله يا زهراء قومي 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 وسيري من المدينة، يا والأرض الغاضرية يا 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 تسجي بالضعينة، يا تدرين ابنك حسين بالطف ذابحينة، يا وجسمه على التربان يا زهراء، يا 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 رمية. أحسنتم. زمت على عجز. انت وين تشوف نفسك مرتاح؟ مد نحن الهدف من تعليم الأطوار أنه كل طبعا طاقات الناس مو موحدة، مو كلها فرد فرد مستوى. واحد عنده خمس طبقات بحنجرته، واحد عنده ثلاث طبقات، واحد عنده طبقة واحدة بحنجرته، واحد عنده رئة مساحتها مثلا على سبيل المثال 10 سنتي، واحد عنده 20 سنتي، واحد عنده 50 سنتي. فالحنجرة كذلك هذه الحبال والأوتار الصوتية، واحد عنده مثلا 10 ملي، واحد عنده 5 ملي، واحد عنده ملزقين ببعض من بعض زين. فكل واحد حسب استطاعته أين يجد نفسه مرتاحا يؤدي ويتحاشى النشازات الصوتية، يتحاشى النشازات الصوتية. الوزن 15، وبه سنختم حلقتنا لهذا اليوم، هو الحسيناوي. المجاريد بعد تجيك. الحسيناوي الوزن 15 من أوزان الشعر الشعبي العراقي، وأصله غنائي ويسمونه يا عزيز الروح. أصله ليس مشتق من بحور الشعر العربي، أصله مستقل، ونظمه رباعي ويصلح لأغراض شتى. رئيس رابطة شعراء بغداد المرحوم البناء حاج مجيد القيسي رحمة الله عليه يرى بأن وزن الحسيناوي هو فاعل فعل فاعل فعل، وأشكلنا عليه وقلنا الأصح أن تقول فاعل مفعول فاعل مفعول. مثاله قل لي الميمون وين والينا، راح ابو السجاد لو يرد لينا. هذه القصيدة من أروع ما قيل في رثاء الحسين عليه السلام لأمير الشعر والشعراء، الذي
وقع تحت نظر ورعاية سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهو في ريعان شبابه، فلقب بالمنظور المنظور، وليس كما يقال المنذور بالذال، الصحيح كاظم المنظور، يعني الذي لفت نظر الزهراء سلام الله عليها وجاءته في عالم الرؤيا وقالت له: يا كاظم قم وارثي ولدي الحسين عليه السلام. ورأى نفس الرؤيا في نفس الليلة كبار القراء الكربلائيين، أولهم المرحوم الشيخ حسين الفروخي رحمة الله عليه، والثاني الشيخ عبد الكريم أبو محفوظ طيب الله ثراه، فأبدلوا اسمه من كاظم حسون الشمري إلى كاظم المنظور الكربلائي، وأنشأ هذه القصيدة حوارية بين زينب روحي فداها وجواد الحسين الذي هو ميمون ومبارك، وهو من خيار جياد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحاوره تسائله: قل لي، حدثني، قل لي الميمون وين والينا، لقد عدت إلينا وسرجك ملويا وفي جبهتك دماء، راح أبو السجاد، يعني انتهى أخي الحسين، أم سيعود إلينا؟ وقرأها المرحوم حمزة الزغير أستاذي رحمة الله عليه بهذه الطريقة، يعني طريقة للطم للندب على الصدور، ولكنها في نفس الوقت تصلح للشجاء والرثاء. وقد قرأت هذا الوزن في أكثر من مكان واستدر الدموع الغزيرة من المتلقين. قل لي يا الميمون وين والينا، قل لي يا الميمون وين والينا، راح أبو السجاد لو يرد لينا. طبعا الأبيات نظمها حسيناوي المرحوم كاظم منظور مذيل، يعني ثلاث مقاطع، وأعطاها جواب صوتي المرحوم حمزة الزغير بأشجى ما يمكن بهذه الطريقة: أنا يا الميمون بيدي جدمتك وين خمش قلبي، ومن ريحت بحسين بالله ودعتك والباري حسبي، وبقيت روحي تلوج وانت يضير جايتك وعيوني تربي، جيتني خالي حسين شا وانا
رحمني دينا. طريقة شجية وحزينة وتستدر الدموع حتى من الحجر الصوام، لكن تحتاج إلى مهجة، مهجة قوية بالإمكان أن نستفيد منها في إثارة عواطف الناس نحو مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وإلى حيث انتهى وقتنا مع الوزن 15 من أوزان وفنون الشعر الشعبي، وبقي لدينا حوالي 25 وزن سنتعرف عليها تباعا إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سقط الحسين على نار تلقاه يهرب لبارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.